إذا قلبك اليوم بالدرب تاه وأمسيت ترجو دروب النجاة، هنا منهج التائبين على طريق المحبات نحو الإله. متى أيها العبد يوما تعود إلى الله من بعد طول الجحود، تجدد بالعزم أغلى العهود وتلقى الضياء بكل اتجاه، وتلقى الضياء بكل اتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعدكم الله تعالى بالخيرات والبركات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا منهج التائبين، نستضيف فيه كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، وصلنا في نهاية اللقاء الماضي إلى الحديث عن الذنوب، وقسمتم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: ذنب يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. لا يغفر ولا يترك. نعم. الذي يغفر ما كان بينك وبين الله، وقلت صلح بلمحة. والذي أريد الآن أن أدخل أكثر في العمق في قضية الذنب الذي لا يترك، وهو ما كان بينك وبين العباد. نعم. في تجاوز، في عدوان، في ذمة لم تدفع، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بحالة دقيقة: الأداء أو المسامحة. دليلها الأول، جاء بصحابي جليل ليصلي عليه النبي وقد توفاه الله، قال: عليه دين؟ قال: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. لأنه حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. فواحد قال: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم الثاني: أديت الدين؟ قال: لا. لا مرة ثانية باليوم الثالث، بالرابع، بعدين قال له: أديت الدين؟ قال: الآن ابترد جلده. فالذي يغفر لا يترك ما كان بينك وبين العباد، حقوق واجبات. أما الذي يغفر مباشرة ما كان بينك وبين الله. نعم. الحقوق سيدي التي بيننا وبين العباد، هل هي الحقوق المالية فقط؟ أنواع الحقوق كلها، كل الحقوق. في حق مالي، في حق ولائي، في حق اجتماعي. الأم يجب أن تزورها. نعم. يعني واحد أرسل لأمه كل حاجاته عن طريق السائق، هي تريد ابنها. نعم. لا تريد السائق. بالأداء، أن يؤدي الحق أو يسامحه. نعم. صاحب الحق بالحق. إما أن يستسمح منه فيسمح له، أو بالأداء. أو بالأداء تغفر، بالأداء أو المسامحة. نعم. الذنب الذي يغفر للشهيد قدم حياته، كل ذنب إلا الدين. نعم. هذا حق، حق، حق للعباد، حق العباد. نعم. الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن تاب المشرك ووحد وأناب. لا، المقصود لا يغفر إن مات على هذا الشرك. نعم. لأنه أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. نحن في عنا شرك جلي واضح، واحد ملحد. الشرك الخفي: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هي انتهت، ولكن شهوة خفية، أعمال لغير الله. يعني في شهوة غلبت عليه، فلما اتبع الشهوة التي لا ترضي الله، معنى ذلك أنا أقول كلمة باجتهاد مني، ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة، رأى أداء هذه الشهوة أكبر عنده من طاعة الله. قضية خطيرة، تتعامل مع خالق السماوات والأرض، تتعامل من أعد لك الجنة إلى أبد الآبدين. فإذا رأيت شهوة أغلى عليك من طاعة الله، فالطريق إلى الله ليس سالكا، مسدود. نعم. نعم. إذن الشرك إن تاب منه غفر الذنب. الشرك الخفي
أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهت، ولكن شهوة خفية. إذا آثر المرء شهوته على طاعة الله حقيقة أنشأ له أنشأ حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسير الرياء شرك، يعني طبعا الرياء نوع من أنواع الشرك، لكن هذا الشرك أصغر سؤال بسيط وليس الأكبر. يعني بيت فيه كل أدوات الكهرباء كلها بس ما في كهرباء، كلها كتل بلاستيكية لا جدوى منها، لا قيمة لها، فإذا جاء التيار كلها أدت وظيفتها. النقطة الدقيقة الآن، هذا التيار لو قطعته ميلي واحد أو قطعته متر مثل بعضها، انقطع التيار. لذلك أيام الصغائر للمسلمين العامين كالكبائر، هالصغائر إذا اجتمعت وفي إصرار عليها قطعت التيار. يعني مثلا طريق عريض عرضه 60 متر، عن يمينه وادي سحيق وعن يساره وادي سحيق، تماشي بالنص، الصغيرة حرفت المقود سنتي واحد، لو ثبت هذا السنتي على الوادي. لذلك ورد في الأثر لا الصغيرة مع الإصرار، لو حرفته 90 درجة ورجعته نفدت، ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم، لكن سيدي حتى يتضح فقط المقصود، هي الصغائر مثل الكبائر قصدتهم في الحجاب، في النتيجة، في الحجاب، لكن في العقوبة طبعاً، الكبائر عقوبتها مختلفة. إذا سيدي أنتم جئتم إلى ما كنت أريد أن أصل إليه، الذنوب قسمناها إلى 3 أقسام، أيضا الذنوب كبائر وصغائر، وبينتم الفرق بين لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة ولا كبير مع الاستغفار. إذا الصغيرة مع الإصرار قطعت عن الله، والكبيرة مع الاستغفار ألغت القطيعة. المسلمون اليوم يتهاونون بشأن الصغائر، يعني أنا بقول لا يلتفتون، 100 بيت أمامك بمدينة إسلامية، يعني الزنا والخمر والقمار ما في، بس في صغائر نادر. الصغائر فعلت فعلها، نعم، كمثل القوم الذين حضر صنيعهم فكل واحد جاء بعود فأججوا نارا عظيمة، نعم، فأنضجوا ما فيها، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الصغائر تجتمع على في نقطة مقابلة بس دقيقة جدا، نعم، يعني لو فرضنا في مكيف إنسان ضغط الزر إجا هواء بارد، قد يكون أمي، بيجي واحد معه دكتوراه بالتكييف، هو بيعرف آلية العمل للمكيف. لذلك تصور الشيء، يعني ممكن أنت تطبق المنهج من دون بحث عميق عن حكمته لمجرد أنك طبقته قطفت ثماره. أما الحكمة والفلسفة والمؤدة والآلاء هي تحتاج إلى علم، لذلك الداعية يحتاج إلى تعليل، بيان الحكمة، بيان الأسباب، الموجبات. أما أي إنسان طبق هذا المنهج قطف كل ثماره. نعم، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، تنتفع به لو لم تعلم الأعماق، الفائدة، المؤديات. أما الثاني يكون داعية، يقنع الناس بالدين. بعض الناس سيدي يفهمون خطأً أن أوامر الدين تحد من حريتهم وتوقفهم عند أشياء كثيرة، هذه افعل وهذه لا تفعل. والله أنا أضرب هذا على هذه الملاحظة الطيبة منك بارك الله بك مثال. ماشي بالطريق وجدت لوحة مكتوب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز بأعماق أعماقك، هل ترى أن هذه اللوحة حد لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ الضمان لسلامتك. في اللحظة التي يفهم فيها المسلم أن أوامر الله ليست حدا لحريته لكنها ضمان لسلامته أصبح فقيها. نعم. سيدي الآن لو انتقلنا إلى موضوع لصيق بالذنب قبل أن ندخل في التوبة ونحن مع منهج التائبين، العاصي لله عز وجل الذي وقع في معصية من المعاصي، أنا المسلم كيف أنظر إلى العاصي؟ كيف أتعامل مع العاصي؟ لكن مبدئيا الله عز وجل لا ينظر إليه كإنسان إلى معصيته فقط، الله يكره معصيته، أما هو يحب عباده جميعا. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي
ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين؟ فالله لا يكره العاصي، يكره فعله فقط. ونحن هكذا نتعامل مع العاصي أبداً، نكره فعله. وإني لعملكم، ما لو عاد إلى الله يعود صديقا حميما. وإني لعملكم لمن القارين، أي الكارهين. ورد سيدي في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن يعني الذنب شؤم على غير فاعله، فإن عير ابتلي، إن عيره به ابتلي به، ابتلي به. وإن ذكره فقد اغتابه، وإن رضيه شاركه. شاركه ما الحل؟ يعني واحد مقيم بأمريكا، سمع قريب له ارتكب معصية، أو والله يدبر حاله، شاطر طلع، انسر بفعلته، انسر بفعلته. هذا الذي يقيم على بعد 20,000 كيلومتر شريكه في المعصية، واحد شهد معصية فأنكرها كما غاب عنها، غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها. فالقضية مو سهلة. إذا لا أعيره بذنبه ولا إن عيره بذنبه ابتلي به، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به شاركه في الإثم. إذا لابد أن أنصح له مثلا وأنكر، أنصحه والملاحظة الدقيقة بيني وبينه. النصيحة على أمام الملأ فضيحة، والبطولة أن تنصحه بينك وبينه. والله تعالى هو الستير جل جلاله، ونحن ينبغي. وستير اسم مبالغ به، كثير الستر لمئة ذنب أو لأكبر ذنب. إذا جاء المبالغة يعني متعلقة بالذات الإلهية تعني شيئين نوعا وكما. هذا العاصي لا نذكر ذنبه أمام الناس، لكن المجاهر بالفسق هو شيء هذا آخر. هو هذا الفاجر. الفاجر أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس، هذا ليس له غيبة. هو ما سأل، هو يفطر أمام الناس في الطريق، يتحدى هذا الدين العظيم، هذا فاجر صار له حساب آخر، ليس له غيبة. أما العاصي لا نغتابه، لا نذكره بغيبته، أو ننصحه فيما بيننا وبينه. وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفريضة المطلوبة منا جميعا. أيضا سيدي في قضية الذنوب والمعاصي، هناك معصية يعني كثير من المسلمين يقول والله ما كنت أريد أن أعصي، غلبتني نفسي. هذه معصية الغلبة، هل هي يعني أخف حالا من معصية الكبر؟ أخف حالا بكثير من معصية التحدي. هناك من يعصي الله غلبة، ما تحمل هذا الأمر، زلت قدمه فستر نفسه. الثاني تحدى الناس أمام الملأ، فعل معصية أمام الملأ متحديا، ذاك لا غيبة له. المعصية الغلبة ومعصية التحدي. معصية التحدي تشبه معصية إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لو جئنا إلى يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي هذه الغلبة، غلبه غابت عنه القضية فجأة، أو غلبته شهوته على ذلك. فهذا يجب أن يراعى، أن يحتاط له. قال ولم نجد له عزما على المعصية، عزما على المعصية، ما في تحدي، ما في عزم على المعصية، وإنما غلبة. نعم. بارك الله بكم سيدي، جزاكم الله خيرا. إخوتي الأكارم، لم يبقى في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بوجودكم وبمتابعتكم إلا أن نشكر لكم هذه المتابعة، سائلين المولى جل جلاله أن نلقاكم دائما وأنتم جميعا توابون إلى الله تعالى منيبون إليه. إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلبك اليوم بالدرب تاه، وأمسيت ترجو دروب النجاة، هنا منهج التائبين على طريق المحبات نحو الإله. متى أيها العبد يوما تعود إلى الله من بعد طول الجحود، تجدد بالعزم أغلى العهود، وتلقى الضياء بكل اتجاه، وتلقى الضياء بكل اتجاه.